قول لي قول لي قول لي قول لي قول لي, قول لي يا جميلين يا ساتير، هاي شنو؟ شو هيدا؟ شو هذا؟ ثواني شوي، بارفال جديد ببراعة الفارس وبراعة الفارس. شو هي براعة الفارس حبيبي؟ ماني فاهم. ماشي، اهلا وسهلا بكم اعزائي الكرام. لا نحن على البث المباشر بنفس الوقت شباب، نزل لكم مقطع على اليوتيوب يا اساطير. مثل ما انتم شايفين نزل بارفال جديد يا اساطير حبايبنا الكرام، عندنا في المدى زائد المخزن الذخيره وسرعه الحركه. اوكي اوكي هذا شكله. اوكي تمام التمام التمام. عندنا مسدس كمان، مسدس شكله يعني مرتب كمان، حلو. شيء ثاني خلينا نشوف شباب شو اشياء ثانية نزلوها باللعيبه. ما في شيء. اوكي اوكي يا اساطير، يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم. شباب قبل بلش يا اساطير، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات وتفعيل زر الجرس اذا مش مفعلين زر الجرس وكلمات حلوه اوكي وصحة سحوركم. اول 10 ضربه لفات لعيون الحلوين اللي عم يتابعونا الان. ايه تمام، روح ليتس جو مان. ويل ابدا وين ايه ايه جبت المسدس. حلو، نايس، سو نايس سو نايس سو نايس جايز سو نايس. برات الفار اوكي، يلا 10 لفات تاني، يلا هات لنشوف. ويلي ويلي برو، هاي شنو؟ تن 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 الشوت جان حظ بيض. اوكي يلا نفتح على اليمين يا ساتير. التمانو التمانو الفارفر الماكينة يا جميلين. نرجع نشوف، يلا هذا هو، يلا 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 نستطيع، يلا نستطيع، يلا روح، يلا ويلي 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 ويلي. حظ بيض شباب، حظ بيض اقسم بالله. شو هذا الحظ بيض؟ يلا شو هذا؟ ليش هيك شباب؟ صار عندي كم بطاقة كان حبايبي؟ اعزائي الكرام، انا كنت بنفس الوقت عم سجل مقطع رح ينزل على اليوتيوب، بنفس الوقت انا على البث المباشر شباب عم نحضر الحدث ونزلوا مباشره يعني بس كنتوا على ايه. تمانو جبنا 7 ايام يا اخي، ليش هيك؟ لا يا شباب مستحيل، رح نروح البطاقات كلها ولا شو؟ وين 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 وين؟ يلا يلا هي 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 يا شباب، هي هي انا حاسس وصلنا. ايوه يا الله شباب، كثير منكم بتقولوا لي شباب رح نجرب الطريقه اللي بتقولوا لي فيها شباب. 65 بطاقه شباب، 65 بطاقه رح نجرب الطريقه اللي بتقولوا لي عليكم. حط شخصيه ادم اوكي، وشيل السكنات، وراح نشيل السكنات. اوكي رح نشيل السكنات شباب، مره كثير مره عم يقولوا لي لما تحرق عليكم حط شخصيه ادم. اوكي رح نشيل السكنات كمان، ما حخلي ولا سكن مثل ما بتقولوا لي دائما. يلا نحط هذا، شو رايكم؟ لا هون اوكي. نحط له شو نحط؟ نحط 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 شو نحط؟ يلا تعال 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 خلينا نحط له حط له هاي معلم. اوكي بس ثواني شباب، انا ما شغلت الميوزك يا اساطير. الميوزك ما شغلته، ميوزك الحرق المعروف وينه؟ وين الميوزك شباب؟ ميوزك المعروفه اتا روح روح يا جميل. هاي جبنا ادم شوكليته معلم، يلا نشوف الان. روح لك رويال. عرفنا شو اسمه، اسمه السلاح. يلا هذا هو شباب، ان شاء الله بسم الله. يلا يلا يا بارفال، يلا يا بارفال. انت مانو قنبله قنبله سنايبر، ابلع ابلع. هي هي وات شو ها شو ها شو ها شو ها شو ها شباب، راح يجي لي السكين ولا لا؟ يا الله يلا ابلع. ايوه 55 كان معي 115 بطاقة، 120 بطاقة شباب كلهم راحوا. يا الله خلص هي يا زلمة، يلا ان شاء الله يستاهل هذا البرفال اقسم بالله. هيتا أيوة 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 على أبو هالحظ، راحوا بطاقات شباب أقسم بالله. ده البربار شباب إذا مو كويس تعرفوا شو بدي، إذا أقدر أحذفه راح أحذفه. هيتا مانو أيوة أيوة هيتا هلو، يا السلام عليك.
لا هيك مستحيل، لا اقسم بالله لا مستحيل، لا هيك والله مستحيل شباب، صدقوني هي اخر مره بحرق احداث على البث مباشر لما يكون على البث مباشر، اخر مره شباب صدقوني اخر مره اخر مره والله. شو يلا يا زلمه اطلع خلصني. وات بطاقاتي 118 يا الله لاكي 118 شباب. وات وي حرام عليك. ايه واخيرا بارفال الزفت، هات لنشوف نجرب ولا نشوف، هات لنشوف نجرب جد جد. تعال هون راحوا بطاقاتي اقسم بالله شباب بطاقات كلهم راحوا، هاي شنو لها مستحيل. تعال معلم لازم نروح نجربه هذا، نشوف نجربه شو هالحظ البيض. وين الحشيشة؟ وين الحشيشة هاي؟ ما عاد نشوف الحشيشة يا الله. يلا تعال على الأسلحة نجي لهون. طبعا شباب أنا ما كان عندي ولا سكيم البارفالات هدول، تمام عندنا هون هذا أوكي، هذا فيه ضرر حنجرب الاثنين أوكي. وين البارفال؟ بارفال معلم وينه يا أخي؟ هذا شو هذا السلاح مين حاطط له؟ هاي وين البارفال؟ وين البارفال؟ هذا هو البارفال اوكي شباب، هذا هو البارفال يا اساطير. عندنا مثل ما قلنا لكم مدى واثنين المدى، يعني مدى حلو في مخزن ذخيره بس ولكن سرعه بطيئه يعني بالمدى شباب، يعني راح يكون اسطوري. اوكي خلينا نطلع التدريب يا اساطير. ليتس جو ايفري بارتي. التمانو 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 شباب صدمات كبيره اقسم بالله شباب. اعطوني اعطوني بربكم بربكم راح بدي افرجيكم. اعطوني هالقنبله يا زلمه. انا شو بدي اعمل بالقنبله؟ شو بدي اعمل بهالقنبله يا الله؟ هات نشوف وينها. شو بدي اعمل فيها يا زلمه؟ شوف بابا نويل معلم هيدي مثل نو كومنت احسن شيء. يلا روح روح معلم. لا يا ربي عن جد عن جد نو كومنت. اوكي هات لنشوف هات لنجرب نجرب هذاك وينه وينه بارفان بارفال 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 بارفال. هذا نجيب الاثنين شباب راح نجربه. اوكي نحط له اشياء. شو بنحط هذا البارفال؟ الصراحه شباب ما بلعب بالبارفالات ابدا اوكي، بلعب دائما بالاي كي والكلش الثاني فهمتوا علي كيف. نحط له البونيا 3، نحط له واحد بونيا وواحد بدون بونيا فهمت علي، واحد كاتم وواحد بدون سايلنس. نشوف الاوضاع طبعا. فيه 32 طلقه اوكي، هنشوف نضرب هيك عشوائي. 42 بدون درع. هنحط الدرع لنشوف التمانو. والله السلاح شكله راح يدمر الكلش. 16 هنشوف هي شات كم يجيب 13 يعني حلو. هذا فيه ساينس وما يساينس، هذا تبع الساينس والله حلو. نروح ندخل على التدريب شباب نشوف الاوضاع بالساحه التدريب. التمانو ليتس جو. هذا نشوف ويلي تعال هون. لك انا حاطط السكين ولا لا؟ شوفوا من ورا شباب مش محطوط السكين. وات انت بدك تشوف الهيد شوت تبعته معلم. واو انت مانو انت والله شيء مرتب شباب يا زلمه. جاب له طول صلي على النبي يا زلمه. خلينا نجرب هذاك معلم. تعال 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 والله جيب هيد شوتات حلوة يعني. ميت ميت يا زلمة ميت ميت. يلا هيد شوت ميت. والله شي مرتب شباب يا زلمة. اطلع من الحشيشة خليه خليه سحب الحشيشة تبعته هذي. لك لك ضربته ولا ضربت على الحشيشة؟ ما يموت هذا يخرب بيت سنتو. نعم والله شباب شايف السلاح يعني حلو الصراحة. ناقصه شوي دمج انا شايف بس يعني. ليش ما يطلع؟ يلا ليش ما يطلع هذا؟ اضرب بيس انتك. اوكي وي هر شط معلم. يا سلام عليك يا سلام عليك شباب اقسم بالله شباب اللي بشوف واحد بالتعليقات بيخلي يطلع لي من اول لفه من اول لفه شباب صدقوني ما راح اعمل شيء. شو بدي اعمل يعني؟ ما راح يطلع لي شيء. حظ 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 حظكم مو بيض كفو. لا والله شي مرتب، لا والله شي مرتب شباب. اوكي شباب يعني شفنا كل شيء هذا يعني والله شي مرتب. هات نشوف هات نشوف
برايت طبعا يعني والله شيء حلو يعني الاكي بيضرب والله فيه مدى حلوة يعني من بعيد بيضرب يعني مدى حلوة فيه والله تمام حلو اوكي سو جايز تقييم لهذا السلاح اقول لكم من الاخر اعزائي الكرام تقييم الفرد نجرب الفرد راح اقول نجرب الفرد شباب معني ما بستعمل ما شو كان الفرد ما بعرف نجرب الفرد هات لشوف اوه هذا الجيب تبع الرومات هذا شباب لازم نجربه شباب نجرب البرد ويل معلم هاي بيبي طيب لا ما مات ايه فكرت مات تعال حبيبي تعال واو شو بجد والله حتى اللي والله باللوز معلم والله شباب حلو نشوف لا خلاص يعني شو والله الصراحة سلاحين شباب حلوين صراحة سلاحين حلوين سو جايز بما انه انا قاعد عم بسجل بنفس الوقت يا اساطير ونفس الوقت على اللايف ستريم حبايبنا الكرام هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير ان شاء الله عجبكم المقطع حبايبنا الكرام ما تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات واللايكات وهذول كلياتهم شباب تقييمي للسلاح البرفل بالنسبه لك اول سكين بجربه بالنسبه لي شباب شيء حلو مرتب ونفس الشيء المسدس كمان حلو شباب مثل ما انتم شايفين شباب انتم قرروا انتم اعطونا لكم بالتعليقات حبايبنا الكرام ولا تنسوا المسابقة على الموجودة على الانستغرام يا اساطير قرب متجر تخفيضات المحارب راح ينزل متجر تخفيضات جديد اوكي حبايبي روحوا على الانستغرام شوفوا شاركوا بالمسابقة حبايبنا الكرام ونشوفكم على خير تشاو